بسم الاب والابن والروح القدس لان واحد امين اه بنبتدي هذه الحلقة عن اه الملاك مخيل لان عيده ان شاء الله في هذا الشهر بيوافق 12 بقونا طبعا انتم عارفين اهم اعياد عيد الملاك اه 12 بقونا من الشهر الابتي وايضا 12 هطور من الشهر الابتي اه بالاضافة الى ان الكنيسة رتبت ان كل يوم 12 في الشهر القبطي برضو بنحتفل بعيد الملاك وعيد الملاك بتحتفل به الكنيسة القبطية وتديله له اهتمام خاص وايضا الكنيسة بتعتبر الملاك مخيل شفيع اول عن الاهوية وزيادة مياه النيل و ومجيء الفيضان في معاده لكي ما تروى مصر بالمياه العذبه لشؤون الزراعه وايضا استخدامات الناس المختلفه طبعا تعرفين بدون النيل نموت زي ما قال الرئيس السيسي فعلا المقوله دي مظبوطه ان احنا بدون النيل نموت ولكن ربنا بيحفظ مصر بالفيضان بي اللي بيأتي اللي بيجي في يوم 12 بأونة من الشهر الابدي طيب احنا بالنسبة بقى للملاك مخيل وهو احد رؤساء الملائكة السبعة هما سبع ملائكة الملاك مخيل يعتبر هو المتقدم او الرئيس لهذه الملائكه وايضا بتعتبر الكنيسه ان عيده بيبقى مميز حتى ان في تراث شعبي اندمج مع طقوس الكنيسه وايضا اندمج مع الشعور بالفرحة الاحتفال بعيد الملاك مخيل طبعا الملاك مخيل هو شفيع عظيم من اجل مصر ومن اجل النيل ومن اجل الأهوية ومن اجل الزروع وهكذا وشفيع عظيم ايضا امام عرش النعمة من اجلنا ومن اجل كل انسان وكتير جدا من المعجزات اللي صنعها الملاك مخيل لناس كتيرة وفي التاريخ ذكر معجزات عظيمة يعني كتيرة جدا جدا في وسط الناس ومن اجل الكنيسه وفي كنايس كثيرة متسميه على اسم الملاك مخيل طيب احنا بدايه عايزين نقول ان الملاك مخيل اسمه ذكر في العهد القديم والجديد يمكن اكتر من خمس مرات ممكن نقول ست مرات وممكن يعني حد مننا يكون متابع قراءات الكتاب المقدس يكتشف ايضا اسمه في موقع اخر ولكن عايزين نقول ان اول مره ذكر فيها الملاك مخيل او ذكر اسمه في العهد القديم جه في سفر التثنيه اصحاح أه ثلاثه أه الايه تقول فغار ميخائيل رئيس الملائكه آه غيره الرب فاخفى جسد موسى ودفنه في مكان لا يعرفه احد فدفنه في الجواء في ارض مؤاب مقابل بيت فاغور آه ولم يعرف انسان قبره الى هذا اليوم طبعا عدو الخير كان عاوز يظهر جسد موسى علشان الشعب الاسرائيلي يبتدي يعبده لان الشعب الاسرائيلي عاش في الثقافه الفرعونيه في مصر قبل ما يعبر وينتقل من مصر الى بريه سيناء ولكن الملاك ميخائيل اخفى جسد موسى اللي موسى النبي وصف انه كليم الله وكان حليما جدا وكان له مكانه عظيمه جدا في وسط الشعب الاسرائيلي فخوفا من ان الشعب يعبده زي ما عملها قبل كده ما هو قبل كده وقت ما كان موسى النبي على الجبل بيستلم لوحي الشريعه كان الشعب بيعمل لنفسه عجل ذهب وقال هذه الهتك يا اسرائيل وعبدها متاثرين بالثقافه او الكالشر الفرعوني او المصري في كمان في سفر يشوع يشوع 13 العدد خمسة يشوع ابن نون رأى ملاك الرب ميخائيل واقفا أمامه بمجد عظيم وأنا عايز أقول إني من أوصاف الملاك ميخائيل في العهد القديم في آيات العهد القديم أو آيات العهد الجديد هنا الفنان المسيحي اخذ معرفة واخذ مواصفات واخذ بعض المعلومات الهامه علشان يجسد رسم رئيس الملائكه ميخائيل فهنا في الايه هنا في يشوع 13 يقول راه يشوع ابن نون واقفا قبالته عشان كده الرسام او الفنان بيرسم الملاك ميخائيل واقف وسيف الله مسلولا في يده في سيف في يده فلما رآه في صورة رئيس جند وقائد عظيم يعني رآه في الصورة دي كأنه رئيس جنود وقائد عظيم جدا مهوب ورأى منظره غير عادي فأقبل إليه يشوع وقال له ألنا أنت أم لأعدائنا فقال الملاك مخيل يعني كلا بل انا رئيس جند الرب الان جئت اليك <applause> هنا الملاك ميخائيل افصح عن شخصه انه رئيس جند الرب وفعلا من القاب الملاك ميخائيل اللي احنا بنقولها له دايما رئيس جند الرب الرئيس العظيم رئيس الملائكه رئيس الملائكة الواقف أمام الله وهكذا دي ألقاب كلها لرئيس الملائكة ميخائيل في كمان في سفر التسنية دن في دفء متاسف في سفر دانيال النبي إصحاح 12 يقول في ذلك الوقت يقوم ميخائيل الرئيس العظيم القائم لبني شعبك ينجي شعبك لا واضح ان رئيس الملك مخيل عنده قدره حسب ما تسمح به اراده الرب انه يحمي الشعب وينجي الشعب علشان كده بنلاقي في بلاد وقرى على اسم الملك ميخائيل قد تكون جوه مصر ايضا وخارج مصر في كمان في دانيال برضو عشرة أثناء رجوع شعب بني إسرائيل من سبي بابل حاول رئيس مملكة فارس اللي هو بيمثل الشيطان عرقلت ذلك فوقف مقابله الملاك غبريال ويقاومه وينازعه ينازع يعني رئيس مملكة فارس اللي بيمثل الشيطان حتى أتى رئيس الملائكة ميخائيل لإعانته في هذه المهمة الموكلة إليه طيب هنا بقى الآية الصريحة في دانيال عشرة يقول وهوذا ميخائيل واحد من الرؤساء الاولين جاء لإعانتي لاعانه الملاك غبريان شيء رمزي عن قوه الله اللي هي آآ آآ قد يمنح آآ منها آآ شيء لرؤساء الملائكه عشان ينجزوا اعمال بلا شك وواضح هنا ان الملاك ميخائيل وصف أنه أحد الرؤساء الأولين يعني رئيس أول لجند الرب أو الملاك الأول لجند الرب في كمان في رسالة بقى معلمنا يهوذا في العهد الجديد معلمنا يهوذا بس مش الأسخريوتي ده معلمنا يهوذا يعني اسم من أحد أسماء الاثنى عشر الآخرين يقول إيه بيحكي بقى بيوصف موضوع ان عدو الخير اراد ان هو يظهر جسد موسى ولكن رئيس جند ربي ميخائيل اخفى هذا الجسد فبيقول واما ميخائيل رئيس الملائكه فلما خاصم ابليس محاجا عن جسد موسى لم يكسر ان يورد حكم افتراء بل قال لينتهرك الرب طبعا رئيس جند ربي ميخائيل واضح ان عنده سلطان وسلطه ان ينتهر الشيطان وينتصر عليه علشان كده في بعض الفنانين المسيحيين بيرسموا الملاك الشيطان تحت ارجل الملاك ميخائيل والملاك ميخائيل ماسك السيف ليقتله او يقضي عليه او يظهر انتصاره على الشيطان كمان في سفر الرؤية في رؤية 12 يقول وحدث قتال في السماء ميخائيل وملائكته كانوا يقاتلون التنين التنين ده اللي هو الشيطان ها وكان التنين وملائكته يقاتلون اه ايضا لم يقوا يعني ما استقوش على ملاك ميخائيل وجنوده ولا وجد لهم موضع في السماء على الشيطان يعني وجنوده فطرح التنين الحية القديمة المسمى ابليس او الشيطان والذي يضل المسكونة كلها. يعني رئيس الملائكة ميخائيل استطاع ان يطرح الشيطان إلى الهاوية واستطاع ان هو ينتصر على الشيطان اللي كان ظاهر في النص ده كتنين. طبعا الآية دي كلها رمزية وتعطي لنا رموز عن قوة الشيطان وضعف قوة قصدي رئيس الملائكة ميخائيل وضعف الشيطان. وأنا هحكي لكم بقى عن أساس الشيطان ومن هو الشيطان وصفاته في هذه الحلقة. طيب احنا هنقول دايما بنشوف رئيس الملائكة ميخائيل منتصرا على الشيطان. بيطعنه بالحربة أو رافع عليه السيف او ماسك الميزان فوقه والميزان ده رمز للعداله والحق عداله الله وحق الله وان الشيطان ليس فيه من العداله والحق من الله شيء وليس فيه نور البته يعني خالص وليس فيه اي شيء من الصلاح بل كله ظلمه طيب احنا بقي ايه مهم قوي ان احنا نوصف الشيطان برضه اللي جعل الفنانين المسيحيين وجعل الشعب يعني ياخذ فكره عن من هو الشيطان من هي ما هي صفاته اشكاله كده طيب هنا في حزقيال النبي بيحدثنا بكل التفاصيل عن الشيطان ومواصفاته بيقول ايه بقى في حزقيال 28 العدد 12 يقول ايه عن الشيطان: هكذا قال السيد الرب انت خاتم الكمال وملان حكمه وكامل الجمال كنت في عدن جنه الله كل حجر كريم ستارتك انت الكاروب المنبسط المظلل واقمتك على جبل الله المقدس كنت بين حجارة النار تمشيت أنت كامل في طرقك من يوم خلقت حتى وجد فيك اسم بكثرة تجارتك ملأوا جوفك ظلما فأخطأت فأطرحك من جبل الله وأبيدك أيها الكاروب المظلل من بين حجارة النار قد ارتفع قلبك إيه لبهجتك أفسدت حكمتك لأجل بهائك حقيقة هذا النص من حزقيال 28 بيوصف الشيطان ده كان كامل في جماله كامل في خلقته وأنه خلق كما خلقت الملائكة ولكن للأسف الشديد إيه بقى خطية هذا الشيطان هو كان اسمه ستنائيل وكان من طغمة الكاروبيم أو الشيروبيم وسقط هو وجنوده. طيب ايه هي خطية هذا الملاك الذي وصف أنه كان جميلا وكاملا أمام الله وكان زي ما وصف كل حجر كريم ستارتك و... وأنت الكاروب المنبسط المظلل ايه الخطية بتاعته بقى نيجي هنا في أشعياء النبي آ... إصحاح 14 يتكلم بقى عن سقوط الملاك ستنائيل اللي هو الكاروب المظلل ده يقول كيف سقطت من السماء يا زهرة بنت الصبح كيف قطعت إلى الأرض يا قاهر الأمم وأنت قلت في قلبك أصعد إلى السماوات أرفع كرسية فوق كواكب الله واجلس على جبل الاجتماع في اقاص الشمال اصعد فوق مرتفعات السحاب اصير مثل العلي لكنك انحضرت الى الهاويه الى اسافل الجب هنا واضح جدا ان النص برضو بيؤكد جمال هذا الشيطان ستنقيل وصف انه زهره الصبح المنير وانه قاهر الامم ولكن الخطيه بتاعته كانت ايه انه قال ان قلبي يصعد الى السماوات وارفع كرسيه واصير مثل العلي ده خطيه الكبرياء ده عاوز يساوي نفسه بربنا عاوز يساوي قوته بقوه الله عاوز يكون متجليا في كما كما الله متجليا في مجده. وقال اجلس على جبل الاجتماع في اقاصي الشمال يعني كرسي الحكم والدينونه والسلطه المطلقه. وفوق مرتفعات السحاب اصير مثل العلي. ولكن النبوه او كلمه الله جاءت على اشياء النبي لخصت بقى سقوطه. يقول لكنك إن حضرت إلى الهاوية إلى أسافل الجب ولذلك في أيقونة جميلة قوي رئيس الملائكة ميخائيل واقف منتصرا على الشيطان وأيضا الشيطان تحته مرسوم الجنود بتوعه وفي الجب جب مظلم يعني الملاك ميخائيل واقف فوق على الفوهة من فوق وتحتيه الشيطان والجنود في الجب المظلم انا عايز اقول حاجه ان الفنان المسيحي ده ما اروعه بحس ان هو كان قارئ جيد للكتاب المقدس كان متمكن من العقيده خاصه العقيده الارثوذكسيه بتاعته كان متمكن من آآ 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 الـ 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 الاقوال الاباء اللي سندوه ساعدوه في ان هم يظهروا بعض الاحداث الخاصه وبعض الشخصيات او الشخصيات الكتاب المقدس رائع جدا احنا هنشوف دلوقتي بعض الايقونات الجميله بهذا في هذا الموضوع طيب احنا دلوقتي هنشوف بعض الايقونات وبعدين نرجع نتكلم في اعياد الملاك ميخائيل وبعض التراث الشعبي والاسماء والاجره الموجوده في مصر اللي متسميه على اسمه واساس عيد الملاك ميخائيل هنا زي ما انتم شايفين بنلاقي ان الفنان المسيحي في بدء الامر قبل القرن العاشر الميلادي يعني قبل اه حوالي الف سنة كان دايما الفنان المسيحي ملتزم بان يرسم الملاك ميخائيل زي ما احنا شايفين واقف منتصر جناحاته كبيرة اه وكأنها تدل على ان هو مستعد وعلى اهبة الاستعداد لسماع كلمه الله لتنفيذها فورا في ايده اليمين عصايه طويله في اخرها صليب وايده الشمال ماسكه الدائره الكونيه. الدائره الكونيه دي ترمز الى الكون. في بعض الباحثين في تاريخ الفن يقول لك دي الاربانه، الحقيقه انا مش مقتنع قوي بان دي الاربانه ولكن هي الدائره الكونيه حتى ان الفنانين ابتدوا يكتبوا على الدائرة الكونية ديت حرف الاكسي اللي هي بداية كلمة اخرستوس. طيب هنا الملاك ميخائيل اللي قدامنا أول صورة دي من مخطوطة بترجع إلى سنة 902 من دير الملاك بالحمولي بالفيوم من سنة آآ 902 آآ كانت آآ مرسومة جوه مخطوطة بتتحدث عن رئيس الملائكة ميخائيل باللغة الإبتي الصعيدي نيجي على الصورة الثانية رئيس الملائكة ميخائيل برضو نفس الوقفة كانت من سنة واثنين أيضا ميلادية من دير الملاك بالحمولي بالفيوم هنا بالألوان بقى ماسك برضو العصاية اللي أخرها صليب في إيده اليمين بيمسك الدائرة الكونية بإيده الشمال الأجنحة بتاعته جميلة جدا مزخرفة الملابس بتاعته جميلة وعليها عيون عيون كتيرة لأن الملائكة أو وصفت أن هي لها أعين كثيرة وأعين بلا عدد زي ما بتقول التسبحة وحواليه بقى هالة كبيرة معظم يمكن هالتين جوا بعض من كثره آه تبجيل وتمجيد آه رئيس الملائكه ميخائيل عند الفنان المسيحي المصري. آه هنا في الايقونه الثالثه بنلاقي دي ايقونه بقى يونانيه رئيس الملائكه ميخائيل برضو آه في وضع الوقوف اي آه نعم بورتريه قدامنا ولكن هو في الاساس واقف الجناحين بتاعته آه كبار الهالة حول رأسه آه بيمسك في إيده العصاية برضو اللي, حو... اللي آخرها صليب اللي في إيده الشمال آه بيرس... موجود يعني ماسك الدائرة الكونية عليها بقى هنا حرف الإكسي اللي هو آه إخرستوس إخرستوس آه آه بالإضافة إلى أن احنا بنلاقي ورا آه راس الملاك ميخائيل في شريطين باينين ورا ودانه في مستوى ودانه دولت رمز لسماع كلمة الله وتنفيذها فورا أيقونة تانية جميلة جدا الملك ميخائيل واقف بنفس المنظر بيلبس اللون الأحمر والبدرشيل بيلبسه لأنه هو أرشي أرشي يعني رئيس فالبدرشيل ده رمز إن هو رئيس أو أرشي يعني مثلا لو في شماس آه واخد الارش يكون يعني يبقى رئيس الايه الشمامسه وحتى الاب البطريرك اسمه ارشي ايرفس يعني رئيس الاباء فكل يعني كلمه الرئيس بمعنى ارشي باللغه القبطيه ولذلك هنا لابس البدرشيل باللون الابيض الجميل الالوان رائعه جدا جدا الخلفيه ذهبي لان هو الملائكه عايشين في النور امام عرش النعمه بنيجي هنا بقى لايقونه رائعه جدا حبشيه يعني اسيوبيه الايقونه الإثيوبية هنا عندهم الالوان دايما ناصعه يعني الاحمر احمر الاصفر اصفر الازرق ازرق ما يعني بين البنين او ما فيش الرمادي عندهم في الفن الإثيوبي معروف يعني آآ آآ كمان العين آآ بتبقى حادقه جدا رمز الاستناره بالاضافه الى الالوان المزخرفه الجميله ديت رمز الجمال والسمو والعلو والمنزله العاليه لصاحب الشخصيه وهي رئيس الملائكه ميخائيل هنا برضو الفنان الاثيوبي ماشي مع الفن الانترناشنالي يعني العالمي او في الكنائس الاخرى برضو محتفظ به وقفة الملاك ميخائيل واقف واحنا طبعا بنقول حتى ولو وبغض النظر من من التاثر الفنان بالرسومات الاخرى او الفنون الاخرى ولكن هو مرتبط بالاساس بالكتاب المقدس وبالعقيده الارثوذكسيه. فهنا ماسك السيف في ايده اليمين وبقى العصايه هنا في ايده الشمال واخرها صليب وواقف في وضع من الانتصار والابهة بألوانه الجميله وكمان الجناحات بتاعته اللي بالشكل الازرق بتاعه وملونه شيء جميل جدا ورائع. نيجي هنا برضو ايقونه بيزنطيه بتبين الملاك ميخائيل برضو بنفس الوقفه آه وواقف وقفه يعني آه ملك او رئيس او آه منزلته بتوضح ان هو آه كرئيس ملائكة فعلا وماسك الدائرة الكونية في يده الشمال ومكتوب مكتوب عليها الحرف الاكسي اللي هو بداية اخرستوس بنرجع بقى بنلاقي ان الفنانين على مستوى العصور ابتدوا يطوروا في شكل الملاك ميخائيل يعني هنا الايقونه القبطيه ديت خلى الملاك مخيل بدل ما يمسك العصايه في ايده اليمين لا ده خلاه يمسك رول او زي رساله مكتوب عليها ايه اجيوس اوسيوس اجيوس الشيروس يعني قدوس الله قدوس القوي قدوس الحي الذي لا يموت وفي ايده اليمين مش بقى مش, مش الدائره الكونيه مش عباره عن دايره وفيها الاكسي لا دي دايره وفيها المسيح نفسه مرسوم فيها الايه المسيح نفسه وده تطور إيجابي وجميل للفنان المسيحي وخاصة الأيقونة دي قبطية يعني ده بيوضح الإبداع الإبداع عند الفنان القبطي ما هوش جامد في في تأديته أو في فن ولكن الفن متحرك وحي ويقدر يعبر بطريقة ثانية وبشكل ثاني ملتزما برضو بالكتاب المقدس وملتزما بالعقيدة الأرثوذكسية وهنا مزين برده ملابس رئيس الملايكه ميخائيل كانه جندي او رئيس جند بطريقه جميله ورائعه. ونيجي هنا برده الايقونه البيزنطيه ديت نفس السياق هنا الملاك ميخائيل وملاك غبريال بيمسكوا الدائره الكونيه بس مرسوم فيها السيد المسيح له كل المجد اخرستوس. إيه فالاثنين مشتركين مع بعض وماسكين الدائره الكونيه بس في ملاحظه جميله جدا لو احنا لاحظناها انهم ماسكين الدائره الكونيه او صوره او او ايقونه السيد المسيح بالبدرشيل بتاعهم يعني كل واحد شايل البدرشيل وشايل بيه الدائره الكونيه وكانه بيظهر التواضع وعدم الاستحقاق وانه ورغم انه رئيس ملائكه انما مخلوق وقابل ايضا للخطا وزي ما الاسم او زي ما احنا بنصلي في القداس الغرغوري لا ملاك ولا رئيس ملائكه ولا نبي تمنته على خلاصنا لان ممكن ايه يخطئ امال مين اللي بلا خطيه هو الله هو الله الذي تجسد هو يسوع المسيح الذي ظهر في الجسد الذي ظهر في الجسد وخلصنا هو الوحيد الذي بلا خطية وهو القادر على عمل الـ الـ التصالح بينه وبين الإنسان اللي تخاصم معاه وقت سقوطه في في الفردوس طيب هنا بقى بنيجي برضو مجموعة من الملائكة بقى ثلاث ملائكة برضو شايلين الدائرة الكونية فيها صورة السيد المسيح منهم الملاك ميخائيل ربما اللي هو اللي في الوسط بل ان في ايقونه تانية غالبا يونانيه كل جمهور الملائكه مقدمين ايقونه السيد المسيح شايلينها على ايديهم وكلهم مشتركين في في حملها اكراما وخضوعا وتواضعا وان المخلوق بيخضع للخالق لان المسيح لا كل المجد خلق كل شيء ما يرى وما لا يرى آه بنيجي هنا آه الأيقونة القبطية بقى الرائعة اللي بعد كده آه ابتدى الفنان بقى يوضح حكاية ايه انتصار رئيس الملائكة زي ما جه في سفر الرؤيا وجه في أشعياء آه انتصاره على الشيطان آه والشيطان آه ممكن يكون شكله كشكل التنين حيوان آه يعني آه أسطوري آه يطلق عليه التنين آه آه شيء زي كده آه بيبقى شكله مفزع آه وهنا الفنان بقى ابتدى آه الابتي ابتدى يصور الرئيس الملكي ميخائيل واقف على آه التنين التنين آه ويطلق عليه ايضا الحية القديمة <applause> طبعا دي زي ما قلنا ان الفن متحرك ومرن وبيعطي احساسات جميلة منبعها منبعها مصادر كتابية ومنبعها أيضا المفاهيم العقائدية والجناحات هنا جناحين الملاك مفروضين دليل على الاستعداد الفوري لتنفيذ إرادة الله والاستعداد الفوري لسماع توجيهات الله وكلام الله حتى أن طبعا الملاك غبريال لما وقف قدام زكريا الكاهن مثلا وبعدين زكريا الكاهن بيقول له انا قد شيخت وكيف يكون لي هذا وامراتي متقدمه في ايامه وطبعا ملاغه بريال يعني كان الكلام عليه مش مش مظبوط قال له انا جبرائيل الواقف امام الله جئت لابلغك ما كانش صح انك تقول كده ولهذا ها انت صامت عطى العقوبه ها انت صامت الى ان يولد مين يوحنا فانا عايز اقول يعني ان الملائكه ورؤساء الملائكه على اهبه الاستعداد لسماع كلمه الله بالاضافه ان هو بيشفعوا عننا وبيصلوا من اجلنا دائما امام عرش النعمه آه طيب آه هنا برضو ايقونه رائعه حتى الفن الاثيوبي يجي بعد كده برضو آه يحاول ان هو يتاثر او يحاول ان هو يرسم شكل تاني الملاك مخيل وهو رافع سيف مش ماسك بقى عصاي واخر صليب لا ده رافع سيف الحق سيف العدل على عدو الخير وهنا ايضا بيوضح قوي الالوان الجميله اللي مشهور بها الفن الاثيوبي والشعر الراس اللي دايما بينتهي عند الرقبه والعين اللي هي المحدقه رمز الاستناره ودوران الوجه رمز البساطه والسلام. أه طيب احنا ننتقل دلوقتي لموضوع ايه بقى؟ لموضوع الاعياد الملك مخايل. أه احنا قلنا ان ان عي عي عيد الملاك مخايل او بنعيد بعيد الملك مخايل مرتين في السنه، 12 بقونة من الشهر الأبتي و12 هاتور، طب ليه؟ هو الحقيقه 12 أه بقونة كان حصل ان البابا الكسندروس اللي هو ال 19 يعني العدد 19 من وقت من اول واحد اللي هو ماري ماركوس الرسول، البابا ألكسندروس ال 19 والبابا ألكسندروس ال 19 اترسم سنة 295 ميلادية. ده إيه ده بقى في عهد آآ آآ في عهد في عهد الأباطرة الرومان 295 ميلادية وكان تقريبا في نهاية عهد دقلديانوس قعد على الكرسي بتاعه 23 سنة بس لاحظ ايه بقى وطبعا كان قسطنطين ابتدى بقى يتملك بعد دقلديانوس مباشرة فابتدى يعمل منشور التسامح الديني ففي ابتدت الكنيسة تنتشر بسرعة الوثنيين اللي خايفين يدخلوا الإيمان ابتدوا يظهروا وبالتالي كانوا ما زالوا محتفظين بعيد للاله زحل احد الالهه المصريين وكانوا بيحتفلوا باحتفال كبير قوي في 12 هاتور في اسكندريه فلما هم تحولوا الى المسيحيه وكان بيحصل في العيد ده ذبائح كتير واحتفالات و... و... كبيره وتبادل الهدايا و... فالبابا ألكزندروس جمع الشعب قال لهم يا جماعه احنا بدل ما نحتفل بالإله زحل احنا نخلي الاحتفال ده لرئيس الملائكه ميخائيل. رئيس الملائكه ميخائيل. وبالفعل الشعب استجاب وبقوا كل انشطتهم وكل احتفالاتهم ابتدت توجه الى رئيس الملائكه ميخائيل والتشفع برئيس الملائكه ميخائيل بعد ما البابا الكسندروس وعظهم بكلمه الانجيل. يجي بقى العيد الثاني في اللي هو في 12 هاتور ده كان احتفال بالاله ستيرون اللي هو اله النيل ويقال انه الاله حابي عند الفراعنه. وكان المصريين بيحتفلوا بهذا الاحتفال وده كان موافق لبدايه فيضان النيل. بدايه المجيء الفيضان. وان الخير يعم على البلاد وكده وكان حتى في اسطوره لي بتقول ان الفيضان ده كان بيجي بسبب ان الالهه ايزيس بكت على الاله اوزوريس لما قتلوا الاله ست اله الشر فلما بكت نزلت يعني نقاط الدموع بتاعتها على مياه النيل ففاض النيل بالمياه أسطورة فرعونية وكان برضو بيحتفل بهذا العيد وهو دلوقتي اللي هو اسمه وفاء النيل في 12 هاتور آه. طيب يبقى احنا دلوقتي لقينا الـ الـ البابوات لقوا برضو المصريين آه بيحتفلوا بهذا الاحتفال للآلهة الوثنية فراح الباباوات في ذاك الوقت قالوا احنا هنحتفل برئيس الملائكة ميخائيل برضو نظرا لأن احنا بنطلبه يتشفع من أجل الأهوية ومن أجل الزروع ومن أجل مياه النيل فنخلي الاحتفال لرئيس الملائكة ميخائيل وهكذا قد كان الحقيقة التراث الكنسي والطقوس الكنسية احتفظت بهذا التوجه حتى ان احنا بنلاقي بصليات وتتقيات في التسبحة وداخل الصلوات الكنسية بتوكل الأهوية وفيضان و و و و و النيل وزيادة مياه النيل آه وتتشفع بالملاك مخيل من أجل هذا الأمر فيبقى احنا دلوقتي الاعياد الوثنيه والتي امتدت الى العهد الروماني آآ آآ والتي ايضا ابتدت تظهر في العهد المسيحي الباباوات حولوا هذه المناسبات 12 بقونة و12 عطور الى اعياد للملاك مخيل طبعا من غير من غير هذا الامر احنا لابد ان احنا نعرف ان رئيس الملاك مخيل قوته وشفاعته جايه من نصوص الكتاب المقدس بعديه القديم والجديد وطبعا الملاكة لهم طبيعه خاصه فهم ارواح خادمه لله زي ما جاء في رسائل الكسيليكون انها ارواح خادمه ملتهبه نارا وهي ايضا ارواح لطيفه أحيانا بنوصف الإنسان أنه ملاك يعني قمة الصفاء وقمة النقاء وهكذا إحنا بقى عايزين نتكلم في تراث شعبي مرتبط بأعياد الملاك مخيل يعني نيجي عيد الملاك مخيل نلاقي الناس بيعملوا فطير اسمه فطير الملاك والفطير دهوت يا دوبك بالزيت والعسل أو الزيت والسكر وما خميرة. وبعدين يعملوا ختم عليه شكل رئيس الملائكة ويختموا الإيه؟ الفطير ده ويوزعوه على الناس. طيب إيه إيه الموضوع ده؟ أنا الحقيقة عجبني جدا تفسير لحرس صاحب القداسة سيدنا البابا شنودة الثالث فقال ده مثال على ذبيحة السلامة اللي كانت عبارة عن فطير وذبيحة السلامة ديت لأجل الشكر على أعمال الله معانا. وكانت ذبيحة السلامة دي بتوزع على الجميع. وهكذا فإن الأقباط في تراثهم وفي وفي حياتهم وفي ممارستهم لهذا العيد حبوا يتذكروا ذبيحة السلامة أي ذبيحة الشكر اللي كانت بتوزع على الآخرين ومن خلال كده بقوا يعملوا الفطير ويوزعوا على الفقراء وخاصة بقى لو في احتفالات كبيرة بالأعياد مخيل في بلد ما أو في كنيسة أو في دير أو العائلات أو كده بيعملوا ذبائح برضو يوزعوها على الفقراء كنوع من الفرحة ونوع من الابتهاج بعيد رئيس الملائكة ميخائيل ممكن حد يقول لي ان الفطير ده كان بيتعمل ايام الفراعنة برضو او بيوزعهم خبز وعيش ما هي نفس نفس السياق برضو ما هي موضوع الفرحة المعبرة بالمأكولات اللي بتوزع الاخرين جينا في اعياد الملاك ميخائيل بنوجه هذه هذا التعبير بالخبز وباللحوم والحاجات دي كلها للفقراء والمساكين، وعلى فكره كمان في أسبوع عيد الفصح كان دايما الناس بيعملوا الخبز اللي هو من غير خميره ده برضو بيوزعوه على الإيه؟ على الناس تذكارا للفطير اللي هم أكلوه قبل ما يرحلوا وفي وقت العبور يعني قبل ما يعبروا إلى بريد سيناء. وحتى العيد الفصح كان يطلق عليه احيانا عيد الفطير يعني اسم كده شعبي يعني ولذلك فطير الملاك ممكن برضه فطير العذراء بنفس المثال ما هو الا عباره عن عمل تقدمه لتكون معبره عن الشكر ولتكون ايضا يعني سبب للعطاء للمساكين والفقراء في ذاك اليوم في ذاك العيد طيب احنا عندنا بقى ايه عايزين نقول ان في اجره وكنائس كثيره في مصر تسمت على اسم الملاك ميخائيل انا عايز اتكلم عن الكنائس القديمه بقى يعني اللي هي سابقه يعني في العصور الماضيه عارفين الملاك البحري كنيسه الملاك البحري اللي في حدائق القبه في القاهره دي الحقيقه من سنة ديت اتنشأت سنة 600 من 685 ل 705 وده زمن تملك حفصة حفصة الأموي والي مصر، اتبنت الكنيسة دي في عهده وحتى لغاية دلوقتي في شارع في منطقة حي حدائق القبة اسمه شارع حفصة، والمنطقة ديت كان اسمها زمان اسمها منطقة الخندق اللي هي بتضم منطقة الأنبرويس وحدائق القبة وكان فيها عدة كنائس للسريان وللأحباش وللأقباط وإحنا لينا كنيسة قديمة في منطقة الأنبرويس اللي هي كنيسة الأنبرويس دي قديمة من زمن نياحة الأنبرويس في القرن الـ14 وتحولت بعد كده لان المسيحيين كانوا متعودين ان هم يعملوا مدافن بجوار الكنايس فكان في مدافن كتيره في ذاك الوقت جه البابا كرولوس السادس عاد منطقه الخندق و الكاتدرائيه العظمى الكاتدرائيه الماركوسية بالامبرويس فكنيسه الملاك البحر دي كنيسه قديمه وهامه جدا وعظيمه ولها طبعا انهدمت وترممت وفي كذا مرة وعلى مر التاريخ وعلى الأخص في أيام التنازع وعدم الاستقرار السياسي داخل مصر كان بتحصل حاجات مش كويسة طيب هنا بقى في دير الملاك بن آدة وده في برية اسمها برية الأساس وده الدير دهوت كان متواجد فيه رهبان على النظام الشنودي يعني على نظام الانبا شنوده رئيس المتوحدين لان الرهبان اللي كانوا فيه دايما متوحدين في دير كمان الملاك جرجا وده من الاجره الباخوميه شرق النيل آآ آآ هناك عظيم جدا دير عظيم جدا وجميل جدا آآ في هناك دير الملاك آآ آآ ايضا باخميم وكلنا احنا بنزور اخميم و وكده وبنزور دير الشهداء اللي هو جنب دير ايه الملاك باخميم والاجوره ديت من ضمن الاجوره الباخوميه يعني بترجع الى القرن الرابع الميلادي في دير الملاك الاثري بجبل قاموله، قاموله ده اللي هو غرب النيل بالاقصر، غرب النيل بالاقصر، جبل كان مليان رهبان ومتوحدين وده دير على اسم الملاك ميخائيل، بيقال ان الملكه هيلانا بنت كتير من الاجوره أو سبع أجرة في هذا المكان منطقة نقادة والأقصر لما انتشرت المسيحية. في كمان عارفين إن أي دير أثري إحنا بنروحه لابد نلاقي فيه حصن لهروب الرهبان أيام هجوم البربر أو بدو الصحراء أو خلافه. فنلاقي في الحصن ده في آخر دور كنيسة على اسم الملاك مخيل، لازم كده يعني أي حصن نروح نزوره في اي دير في منطقه وادي النطرون او في الصعيد ونطلع الحسن فوق خالص بنلاقي اخر دور كنيسه لابد تكون على اسم ملاك مخيل لان الاباء الرهبان كانوا بيعتبروا ملاك مخيل هو حارس الدير وهو حامي الدير وحامي الاباء الرهبان آه في كمان دير الملاك مخيل بكفر الدير منيا القمح شرقيه اللي هو يعتبر كفر سمري ودير الملاك كفر سمري عظيم جدا وجميل والملاك هناك بيصنع معجزات في كل الاماكن حتى في بلد صغيره اسمها الاشيش الاشيش دي في الاليوبيه في كنيسه جميله اسم الملك مخيل الناس دايما يحتفلوا بأعياد ملك مخيل هناك ومعجزات كثيره الحقيقه بتحصل بشفاعه هذا الملاك العظيم كنيسه الملاك مخيل بكفر الدير من القمح بترجع آه الى قرون آه سحيقه برضو الى القرن الرابع الميلادي بيذكر ان في هناك شجره بقالها لها 200 سنه والشجره دي دايما في عيد الملاك مخيل تطلع زهره جميله رائحتها جميله جدا جدا آه في في هذا المكان آه بنرجع بقى ونشوف الايه آه الايقونات نكملها نلاقي الملاك مخيل هنا واقف أيقونة يونانية واقف على التنين في وضع من النصرة والتمكن والقدرة ويقتل التنين وفي إيده الشمال الدرع لأن هو يعتبر رئيس جند الرب ممثل في ذلك أيقونة إبطية تانية رئيس الملائكة ميخائيل هنا واقف وثيابه مزخرفة جدا جناحه جميل جدا ومفروض يعني رمز الى لحظه انطلاق لحظه آآ آآ سرعه لتلبيه اراده الله وكلمه ربنا وتوجيه هنا بقى ابتدى الفنان يرسم الميزان في الايد الشمال والسيف او الحربه في الايد اليمين وبعدين بنلاقي ان في شخص نايم تحت الملاك وطالع منه شخص صغير. دي طبعا فكر ده انا شفت الايقونتين الايقونات ديت في القرن من القرن ال 18 في مصر يمكن لضحاله المعرفه عند الفنان شويه كده. على اساس ان قال ان الملاك مخيل ده هو المسؤول عن محاسبه الموتى وبياخد روح بقى الميت اللي هو تحت رجليه ويوزنها في الميزان اللي هو في ايده الشمال. ولكن احنا لابد ان احنا نميز ونعرف بناخد اللي يوافقنا ونفهمه كويس ونرفض اللي ما يوافقناش لان المنظر ده يعتبر راجع الى اسطوره فرعونيه الاله ابيس بالميزان بيوزن روح الميت قلبه في كفه وبعدين ريشه في كفه اذا قلبه طبي يبقى هو صالح اذا قلبه طلع لفوق يبقى هو غير صالح لا لا ينال النعيم يعني <applause> ولكن على أي من الأحوال إحنا الميزان هو بالفعل رمز للعدالة والحق عند الله بنرجع تاني إلى أيقونة للملاك مخيل برضو وهو ماسك السيف وماسك الميزان وتحتيه عدو الخير شكله طبعا مظلم هنا الصورة دي عبارة عن آه كرسي مسبح هنا كرسيين مسبح رسمهم فنان اسمه أنصاس الرومي في منتصف القرن ال عشر والكراسي المسبح ديت اللي قدامكم في واحد ماسكهم من فوق كده دولت موجودين في أجورة وادي النطرون يعني لو رحنا أي دير في وادي النطرون هنلاقي عن مسبح آه كراسي مسبح لربما أن أحد الأراخنة عمل كمية ورسمها على نصاص الروم ووزعها على الاجره ولكن هنا الملاك مخيل مرسوم وتحتيه الشيطان جه الاباء الرهبان قال لك الشيطان حب عن المسبح فراحوا كحتين منظر الشيطان كحتوه عملوا نوع من الدمج ليه منظر الشيطان تحت الملاك مخيل قال لك ما ينفعش يبقى ايه فوق عن مذبح والكاس الدم جوه يعني لابد ان احنا نذكر النقطه دي يعني كنت مره في احد الاجره وبصلي عن مذبح وبعدين قدامي كرسي المذبح لأنصاس الرومي فناديت الاباء بعد القداس قلت لهم تعالوا فجبت لهم منظر الملك ميخائيل مرسوم ومكحوته الايه؟ مكحوت المنظر الشيطان فقالوا لي ليه كده؟ قلت لهم علشان الاباء ما كانوش مسامحين ان منظر عدو الخير يبقى فوق الايه؟ المذبح هم قالوا نحن احنا فاكرين ان الصينيه من كتر ما بتعمل سكراتش يعني او بتحك فيه لغى المنظر قلت لهم لا هو القصد كده يعني شيء انا حبيت ان انا اذكره علشان برضو نعرف يعني فكر الاباء الرهباني في ذاك الوقت من ناحيه تمجيدهم للملاك مخيل وبغضهم لعدو الخير وهنا ايضا احنا نرجع بقى على صورة الفطير بتاع الملاك مخيل وبعدين ده صورة آآ آآ الملاك البحري وهنا الملاك بن وهنا أيضا آآ صورة للملاك دير الملاك جرجة بالإضافة لحصن الدير زي ما احنا شايفين حصن الدير العالي ده ده حصن دير المحرق نلاقي ان في اخر الحصن فيه آه الملاك آه كنيسة على اسم ملاك ميخائيل وايضا دي كنيسة كفر سمري الملاك كفر سمري وفي شيء جميل قوي في كنيسة سهركت آه او دير الملاك بسهركت آه نلاقي في اتناشر هاتور بتسقط اشعة الشمس من الطاقة من فوق مباشرة على كرس المسبح الموضوع آه على المسبح آه أثناء عمل القداس يعني كون أن الشمس تنزل من الطاقة كل يوم عيد الملاك ميخائيل في 12 آه هاتور بتنزل الشمس عمودية على المسبح طبعا فن البناء آه عند الأقباط موروث من آه الفراعنة الفن ده جميل آآ آآ وجعلوا ان هم في هذا اليوم عيد الملاك ميخائيل عيد مميز اللي هو يعتبر بيصلي من اجل النيل وبيصلي من اجل وفره المياه وبيصلي من اجل مجيء الفيضان ليعم الخير على مصر شفاعة رئيس الملائكة ميخائيل تكون معانا وتكون محاوطانا ومظلله علينا ودايما احنا بنتشفع بيه ونطلب شفاعته من اجلنا معجزاته كثيرة جدا لربنا كل مجد دائما ابديا امين